وإلى أوروبا الآن. الإضرابات التي تجتاح فرنسا تضع حكومة الرئيس فرانسوا أولاند في مأزق كبير مع قرب بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم. بالفعل عبد الله، فرنسا تستعد لأسبوع محموم، فعلى خلفية التحركات الاجتماعية واستمرار الدعوات إلى الإضراب في قطاع وسائل النقل الحيوي في وقت تأمل النقابات زيادة الضغط على الحكومة لسحب مشروع إصلاح قانون العمل. وبعد أسبوع شهد تطويق مواقع النفطية في فرنسا، تحسن الوضع بعض الشيء فيما يتعلق بالتزود بالوقود بعد فك الطوق عن غالبية المستودعات النفطية، لكن الوضع عاد مجددا للاضطراب يوم أمس، إذ أن كثيرا من محطات البنزين كانت خارج الخدمة، وتم كذلك تمديد الإضراب في الموانئ النفطية في مارسيليا والأفغ التي تغذي مطاري أورلي ورواسي الباريسيين.